مرحبا بكم متابعين الأوفياء. موضوعنا اليوم عوامل تسبب الحك في الثدي قبل الدورة بأسبوع. قبل موعد الدورة الشهرية يشهد جسم المرأة الكثير من التغيرات، ما يؤدي إلى المعاناة من أعراض مختلفة. وفي أوقات كثيرة تعاني المرأة في هذه المرحلة من حكة شديدة في الصدر تضعها في حالة من الإحراج والانزعاج. فما هي العوامل التي تسبب حكة الثدي قبل الدورة بأسبوع؟ قبل تدفق الدورة الشهرية تكون التغيرات الهرمونية في أعلى نسبتها، ما يؤدي إلى شعور المرأة بحكة في الثديين والحلمتين، لا سيما قبل أيام قليلة من بدايتها، مع العلم أن هذه الحالة تترافق مع تورم الصدر، ما يجعله أكثر حساسية وعرضة للالتهابات والتهيج. وهنا ينصح باستخدام بعض الدهانات المرطبة مع تقليل الاستحمام بالماء شديد السخونة واستبداله بالدافئ. خلال فترة الحمل تتسبب التغيرات الهرمونية بالجسم في كبر حجب الثديين والحلمات بشكل ملحوظ، ما يؤدي إلى الشعور بالحكة التي تظهر قبل موعد الحيض بأسبوع، علما أن هذه الحالة المؤقتة تزول تلقائيا بعد الحمل والرضاعة. الحكة في الثدي قبل موعد الدورة الشهرية قد تكون لأسباب موضعية كالمعاناة من بعض الالتهابات بسبب ارتداء أنواع الألبسة الغير المناسبة أو استعمال بعض المواد كالمرطبات أو العطور التي تسبب تهيج البشرة. ارتداء حمالة الصدر الغير المناسبة. فحمالات الصدر أو الملابس الداخلية التي تلامس الثديين بشكل مباشر والتي تكون ضيقة ومصنوعة من نسيج يسبب الحساسية تدفع إلى شعور بحكة شديدة. والحل في هذه الحالة يمكن باختيار الأنواع القطنية التي تناسب الجلد أكثر. إن المواد الكيميائية الكثيرة التي تكون في تركيبة مستحضرات تنظيف الجسم كالصابون وجل الاستحمام قد تؤدي إلى الإصابة بالتهاب الجلد، ما يسبب احمراره وتهيجه مع الشعور بالحكة في منطقة الثديين. ولتفادي هذه المضاعفات يجب اختيار صابون استحمام مناسب لا يسبب الحساسية، على أن يكون من دون أي عطور.